على غير عادته، ودع مطار كركوك جثامين الشهداء التسعة الذين روت دماؤهم أرض كركوك. التعرض الذي نفذه داعش فجر اليوم مستغلا العتمة ووعورة الأراضي خرق يعد الأول والأكبر في قاطع الرياض. قائد المقر المتقدم توعد بملاحقة المتورطين والثأر للشهداء. عهدا لعوائل الشهداء وعهدا لقواتنا المسلحة البطلة أن سنتابع الإرهابيين وسنثأر لهم إن شاء الله لنقتص من الذين نالوا منهم. توجيهاتي من خلال منبركم الكريم ومن خلال هذه القناة إلى أبنائي الأبطال هو اتخاذ تدابير الحيطة والحذار. مساحة كبيرة وأراض غير مأهولة مهجورة وغير آمنة، يطالب نواب وممثلو تلك المناطق بتطهير جبال مكحول وإعادة البنى التحتية، والأهم من ذلك تعزيز القطاعات بالعدة والعدد. أكثر من مرة قلنا السيد رئيس الوزراء لا تكرروا أخطاء رؤساء الوزراء السابقين. الكل ما اهتم بملف كركوك الأمني والخدماتي. إحنا الجاي قدر الإمكان نحاول نحافظ. عزز الجيش والشرطة في كركوك. تعزيز الجيش ماكو. الشرطة الاتحادية ما يقدر وحده يقاتل بهذه المناطق الحساسة. منطقة تعتبر منطقة نائية لا يوجد بها سكن، وقريبة من سلسلة جبال حمرين، قريبة جدا، تعتبر خط صد ما بين دواعش وما بين القوات الأمنية. هذه المنطقة تكثر بها الوديان والتلال. عودة النازحين إلى هذه المناطق يشجع على العمل الاستخباري لأن يوجد أحد، ولكن بهذه المنطقة لا يوجد أحد حتى يكون هناك عمل استخباري. عام أبى أن يطوي آخر صفحاته دون استشهاد أبنائه، درس قاس بعد سلسلة انتصارات وضربات أوجعت مضاجع ودمرت مضافات الإرهاب. من كركوك تل الأغه، الشرقية نيوز.